السلام عليكم ومرحبا بكم مشاهدين راديو 36. ضيوف اللي معنا اليوم البوحدوزات المغربي والناميبي. سي بوحدوز المغربي مرحبا بك. شكرا لك وشكرا للجمهور المغربي على التفاهم. شكرا لك. وسي بوحدوز الناميبي كيموني ايضا مرحبا بك معنا. كتكلم الدارجة مزيان بعدا. معلوم كنتكلم الدارجة وكنموت عليها حيت انا القدوة ديالي هو عزيز بوحدوز. ملي كنت صغير كنت كنسلت من المدرسة وكنتفرج فيه. سبحان الله. شنو رأيك سي بوحدوز في هاد الزميل ديالك كيموني اللي تأثر بيك؟ ايوا يا خويا، من هنا تعرف بوحدوز فكرة والفكرة لا تموت. الله يعطيك الصحة. دابا نتوما هاد الأهداف اللي سجلتو عجبوكم، ما بقاش فيكم الحال عليهم. نو العكس، حنا كنفتخروا بيهم حيت حنا راه دخلنا ستيل جديد ديال الأهداف. حنا أهم شيء عندنا هو كورة، ما يهمناش ديال من الشبكة. فهمتي دابا راه هادي هي الروح الوطنية أستاذ. شكرا على وطنيتكم. أنا الآن مكالمة من الزميل ديالكم السي حكيم زياش، تفضل. ألو السلام خوتي، تحية لكم كاملين ولكاع الجمهور المغربي والنبيبي. تحية لك أيضا السي حكيم زياش. شنو تبغي تقول لنا في هاد الظاهرة الكروية الإفريقية الجديدة ديال سجل على راسك؟ نورمالمون مزيانة، حيت مرة في صالحنا ومرة ضدنا. وبالنسبة للناس اللي كيقولوا زياش ما عطاش في آخر ماتش، أنا راعيت من سونتري المهاجمين ديالنا هولو في الأخر، جربت مع المدافعين ديال ناميبيا وجاب الله التيسير الحمد لله. برافو ليك، انت لاعب متميز، ولكن بنتي لينا شوية خايف آخر مقابلة مع ناميبيا، شنو السبب؟ كنت خايف يدخل بوحدوز ديالنا ونخرجوا تعادل. وشنو كتمنى سي زياش في المقابلات الجاية؟ اخويا مدام الدراري ديال المنتخب مسخسخين هاد العام، كنتمنى بوحدوز لكل فرقة افريقية باش يلا نقدروا نربحوا. شكرا لك سي زياش. نرجعوا لكم الاخوان. سي كيمون، تدخلتي الماتش في الدقيقة 80، تسببتي في كوفرة في الدقيقة 88، ماركيتي على راسك في الدقيقة 89، خديتي بطاقة صفراء في الدقيقة 92. انت راه ما كانش خاصهم يعطوك بطاقة صفراء ولا حمراء، انت راه كان خاصهم يعطوك بطاقة الرميد على هاد الحساب استاذ. راه غير مع قوتنا المغاربة ماشي مشكل، واخا انا خسرت فرقتي كسبت قلوب المغاربة. حنا الأفارقة راه مضامنين، اللي سجل فينا مزيان ماشي بالضبط يكون في الشبكة ديال الخصم. سمعتي دابا، الحمد لله حنا خوت، وكنتمنى من الناس ما يبقاوش يسبوه راه ميت ليه بواه. انا جاني ميت ليه الحوت. شوف بنادم راه غير كيكبر كرشو الله يهديه، راه دير الخير تلقاه. درنا الخير في ايران في كاس العالم، ها حنا لقيناه في كاس افريقيا. إذن شكرا لكم على الحضور معنا، والصراحة ما عرفنا نشكر بوحدوز المغربي اللي لبس قميص الوطن، ولا نشكر بوحدوز الناميبي اللي اعتقنا. شكر الله اللي باقين ما تقصيناش.